بعد إعلان وزارة الصحة عن افتتاح الأسبوع الوطني للتلقيح ضد فيروس كورونا وبقصد تدعيم الوحدات الصحية الأساسية، خصصت مؤسسة إيتوزا 42 حافلة متنقلة تجوب شوارع العاصمة وضواحيها مجهزة بأطقم طبية. بدينا بعملية تحسيسية تجاه الشعب، قدمنا 42 حافلة مجهزة كمستوصف يعني كإنسال دو فاكسيناسيون، فيها كل التجهيزات اللازمة، وراهي في تجول يعني كل احياء مدينه الجزائر، في كل بلديه يعني كاين ثلاث حافلات، عندنا 42 حافله اليوم. واليوم الاول قمنا يعني بتلقيح، شفنا في الحافله نتاعنا كان 1600 واحد لقحنا في اليوم الاول. المواطنون استحسنوا هذه العمليه داعين كافه الشرائح للتقدم الى هذه الحافله من اجل اخذ اللقاح. داروا حاجه مليحه، انا ما على بالك كي كان الكار هناك، كو على بالك وتديها الصباح وبارح تلقى قالوا لي دير بوكس هنا، درتها هنا بوكس. حسيت هكا اللي داروا حاجه مليحه المواطنين، ما ديرونجيش ويجيب راسي وبارتو، ومليحه الصحه تاعنا ومليحه كاع الشعب، يصلحهم يجيو الفاكسان تاعهم باسكو يبروتيجيه، مليحه الصحه تاعو، مليحه الدار والفامي تاعو، ويحمي كاع الامه ان شاء الله. مراكز التلقيح المتنقلة متوفرة من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وتمس كافة المواطنين سواء المسجلين وغير المسجلين في الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة الصحة.